لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأهل الكرام في قرية أبو آمنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لكم هذه الدعوة الكريمة. والإنسان كلما أتى إلى هذه القرية المباركة غير ما يرى من الكرم ومن حسن الاستقبال، يرى كذلك قبول التوحيد وحبه ونصرته، ولله الحمد والمنة. وهذه من أعظم المنن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليها. وأخونا عبد الباقي ما قصر في بيان موضوع دعوة الرسل، وأنهم ما جاءوا كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي ما من أمة خلقها الله، بني إسرائيل، يهود، غيرهم، ربنا ما أرسل فيهم رسول إلا بالتوحيد. خلاصة التوحيد معناه شنو؟ معناه الله براه، مع الله لا في ولي ولا في نبي ولا في رسول ولا في ملك ولا في جن ولا في شيطان ولا صالح ولا طالح، الله بس. كل أمورك متعلقة بالله سبحانه وتعالى، والذي يملكها. لأنه لو انت غلطت قلت لا أبونا الشيخ بيملك، بعد بنجي نمسك لك اللي وفصل لك أخونا قبل شوية بالأدلة. الأمور اللي انت مغالطنا فيها جنو الناس تلقاهم بكوركو، فهمت وما فاهمين الحاصل. الأمور هي جنية. الأمر الأول، انت عندك حوائج، عندك زراعة دائرة تنجح، عندك بهائم دائرة تربح فين، سواء كان لبن ولا غيره، عندك مرأة دائرة تلد ولد صالح، وهكذا عندك أمور دائرة. انت الأمور دي عمنه الليلة الناس بيقول لك الأمور في بنية أبونا الشيخ، قال عند قولتيا كالبرق لاح، أبويا الشيخ يغطي الكون بجناح. ده قاعدين يقولوا هنا ولا ما قاعدين يقولوا؟ وناس تمشي تشيل تيران كويس، وتشيل خرفان ونعاج واوى إلى آخر، تمشي تطبحوا في الغار اللي كان بيتعبد فوق الشيخ. طيب نفترض إنه شيخك ده صالح وهسي جوا الجنة، نفترض كده، هو بقى صالح كيف؟ لأنه عبد الله، تقوم أنت عشان تبقى صالح تعبده؟ عشان كده ربنا قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، ما يملك، ما عنده كشف الضر عنكم ولا تحويله. اللي بتنادوهم ديل ذاتهم، ربنا قال: أولئك الذين يدعون، هم ذاتهم فقراء إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أي واحد فوقهم بتقرب لربنا سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة حتى يجيب الله دعاءه. عشان كده كل حاجاتك لو عدت عيان لو غيره ما تسمع القصص، قصص دي بتوديك جهنم. يقول لك أكان حبوبتي ماشي في الشارع وكان جرب باطي ودار دقة وقالت يا أبويا الشيخ أبو عراقي، أبو الشيخ جاء وغطى الكون بجناح وضرب الحرامي وهو إلى آخر، ضرب منودة فيات قرآن، فيات آية، فيات صورة. هذا ليس من الإسلام والدين في شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين حكى دعوة لثلاثة من الأنبياء: دعوا قومهم إلى إفراد الله بالعبادة. ربنا خالق الكون ومالك الكون ومتصرف في الكون، ربنا سبحانه وتعالى يأكل الناس ويشربهم، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفيهم بعد أن يمرضهم، ربنا سبحانه وتعالى يكثر مال من شاء ويخزي من شاء بعدله. ربنا سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، بيده الأمر كله،
ده ربنا سبحانه وتعالى. انت خالقك ورازقك وصورك في احسن صوره. الانعم عليك بهذه النعم. لما تجي تشكر تشكر غيره، ولما تجي تعبد تعبد غيره. عشان كده ربنا قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا معناه شنو؟ معناه وحدوا ربكم. ليه؟ طيب السؤال، ليه نوحد الله؟ قال الذي خلقكم. في شيخ خلق مع الله حاجة؟ في شيخ لو قلت لي لا الشيخ خلق مع الله حاجة؟ القرآن ده أي حجة تلقاه في القرآن، أي حجة. ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لو قلت أبويا الشيخ أمنا دهتني وأبويا الشيخ أداني لأمي، القرآن قال لك الكلام ده كذب وكفر وباطل. الدليل شنو؟ ربنا قال في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الناس المفروض تسمع للقرآن، لكن المدايح الباطلة ما خلت الناس يسمعوا كلام الله. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله يعني هم ما الله. هل الملائكة الله؟ ما الله. الرسل الله؟ ما الله. الأولياء الله؟ ما الله. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني الليلة لو ضربت كده القبب دي لغاية المصنع هناك، القبب دي كلها ومعها الحفائر والبتاع والطينة والبتاع كلهم جيبهم. ربنا ما يتحداهم ببقرة ولا يتحداهم بفيل ولا يتحداهم ببني آدم. ربنا تحداهم بضبانايا واحدة بس. ربنا قال ما بيخلقوا كلهم، ولو بيخلق حل المشكلة دي. عشان تاني في ناس بيقول لك طوالي ده الموضوع ده طوالي، عشان ما نجيك طوالي خليه يخلقوا ضبانة. لو ما خلقوا ضبانة بنجيك طوالي في الموضوع ده، فهمت؟ فربنا قال لك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جيب بتاع طينة وضى الطريفي ومين ومين مكاشفي وغيره، اعمل لهم اجتماع، قل لهم الاجتماع الاول لخلق الضبانة لاقناع الناس ان الصوفية حق. اخلق ضبانة، خلي بتاع الطينة يجي يعمل لها لون، وداك يعمل لها اربعة كرعين، وداك يعمل لها جناحين، بيقدر؟ ربنا قال لك دي ذاته كثير عليهم. العلماء زي ما قال القرطبي المفسر الإمام قال وضرب لهم مثلا بالذباب لكثرته وحقارته وذلته. الضبان كثير ولا ما كثير؟ عرفتها؟ بعدين الضبان حقير، شيء حقير. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم مثل بالذباب. ربنا قال الضبان ذاته كثير على أبوك الشيخ. في ناس تلقاهم بيخافوا منه. واحد لو خاش للشيخ أول حاجة كم ما جاب زيارة ما بيجي للشيخ، ولما نجيب زيارة زيارة ذاتها لو بهيمة بنظفها يغسلها. يهزوري التقايلة بوكسي 2015 ها؟ ينظف لك البهيمة كويس، ويمكن لو مسكين شديد زيادة في الضلال ممكن يريحها ويمشي يوديها للشيخ ويجد عن علاته هناك آخر البلد، فهمت؟ ويجي يحبل الشيخ ويبكي للشيخ عشان يقبل منه العتود. وانت الشيخ ده لو قطعته معه بعد شهرين هو ذاته بيبكي لك، مش انت بتبكي له، فهمت؟ ابكي للشيخ عشان يقبل منه هذه القربة التي لا يتقرب بها الا الى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وان يسلبهم الذباب. شوف تعبير القرآن وكلمات القرآن التي هي كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وإن يسلبهم. الضبانة دي بتجي تاكل من أكل أبوك الشيخ ذاته بالرجال. حصل شفت ضبان كوكوة الباب أبويا الشيخ استاذن لي، حصل لقتك بتجي ناطة طوالي في شيوخ في بتاع كل بتجي ناطة وبتاكل، ما بتستاذن منه وما بتكون زي الدراويش تمشي تاكل المهيوبة، ما مسكينه. تضرب مع أبوك الشيخ الحاجات السمينة، تضرب معه العتان الأكل من الناس والعند جدادات
مسكينة دائرة بيتها تعرس جابتها له برضو تاكل معه والضبان الحاجات دي. ربنا قال اللي بتاكلوا الضبانة مع الشيخ، الشيخ ما بيقدر يمرق من الضبانة. شوف الشيخ ده ضعيف كيف، زول تلقاه كبير فهمت وسمين وعريض، تلقاه بيخاف من بني آدم. عشان كده ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الشيخ ده زيك محتاج للأكل والطعام، لما يأكل الأكل والطعام الله يكرمك بيمشي الحمام، لأنه الأكل انقلب ليه عفن بيحتاج يخرجه. ولا الشيوخ ده قاعدين يمرقوا الأكل ده كيف، مش زي أنا في الحمام؟ طيب أنت تعبد لك زول في بطنه في عفن، ولا تقول لي لا أبونا الشيخ ده بس بيقعد كده فهمت، بيمشي الشحن في الكهرباء وكده، لو بيشتغل بالكهرباء ورينا يا زول شيخك ده بياكل زينا. وبيديه ملاريا تلقاه يكتكت الشيخ فهمت، وتلقاه يقنط. بتقنط مالك انت؟ ما اي زول عنده حمى جايك ولا عنده سرطان جايك عرفت، والدائره تتحلى من الولاده بتندهك انت، الملاريا دي مشيله من نفسك، تلقاه يكتكت ويدوا لك حقن وصابر ما قادر يعمل حاجه. انت لو فيك فايده بيدوك حقنه فهمت، عشان تعرف يا اخواننا الناس ضعاف، بني ادم زيك وقد يكون اضعف منك، لكن غشوا الناس ولحسوا مخهم وطبلوهم وجدعوا المفتاح في البحر، عشان لما انت تتكلم يقول لك ديل الاولياء وديل الصالحين وديل اللي بينفخوا واللي بتبينوا، وسنه 67 قتلوا فلان، وسنه 21 قلبوا التمساح حجر، وسنه 70 ابويا الشيخ دار استحمى في البحر موية البحر مرقت لأنها ما بيشوف الشيخ عريان، وكلام كثير جدا فهمت، ده الحاصل الآن، وكله كذب ساكت ما عنده حاجة الشيخ. أوعى تخاف من غير الله سبحانه وتعالى فهمت. ربنا قال فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عشان كده في سورة آل ياسين ربنا ذكر قصة لرجل من المؤمنين دول قلبه ما بيعرف إلا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ومن أقصى المدينة هذا يدل على أنه ليس من علية القوم ولا من أشراف القوم. ما الليلة بيجي يقول لك أنت منو عشان تتكلم في الشيخ، وإنت ذاتك جيت نبتين وإنت وإنت. ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين. باروا الأنبياء ما تباروني أنا ولا داير منكم حاجة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. حصل سمعت في القرآن إنه نبي من الأنبياء بعد قدم الدين للناس، حصل لقيته فرش له مخلاية، فرش مخلايته عشان الناس يدعوا له قروش، ما حصل فهمت. لكن الليلة بتجي تلقى أي درويش فهمت من الدراويش بتاعين القبب بتلقاه داير الصندوق، بس الصندوق اللي بيدعوا فوقه زيارة تلقاه لابد له وماسك الطبلة بتاعت القبة فهمت، وخاتي الصندوق هناك والناس ترمي له في القروش وقاعد حارسة. طيب انت لو شيخك ده بيدي وماسك الكون وبيغيثك وبينفعك ليه انت ما أغناك؟ ما كان يغنيك يبقيك أغنى زول في البلد فهمت. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الأنبياء والرسل هم على طريق كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني. ربنا خلقني شكد. ربنا في القرآن قال في سورة يونس قل، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلم الناس دي بلغهم قل لهم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
واحد من الأولياء بيقدر يجيب له بني آدم من ما في ويبقيه إنسان سوي في. لما الناس اسمع الكلام والآيات وكده يقول لك ما في، لكن لما يعرس ويقعد له سنتين مرته ما تحمل ما بكون مقتنع. ربنا قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده يوم القيامة قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ولذلك يا أخواننا الزول بكابر، الزول اللي بيعتقد إنه الأولياء بيملكوا شيء مع الله سبحانه وتعالى ده زول مكابر، وده زول عقيدته أسوأ وأضل من عقيدة أبو جهل. أبو جهل مش كلب، وفرعون الأمة ومضل ومجرم، لكن أبو جهل ما بيعتقد إنه الأولياء بيخلقوا، ولا بيعتقد إنه الأولياء بيدوا الجنة، ولا بيعتقد إنه الأولياء بيعلموا الغيب، ولا بيكشفوا ألف الصدور. فهمت؟ ما بيعتقد كده أبو جهل، وبعد ده كافر، وبعد ده في جهنم، وبعد ده ملعون. فكيف يا أخواننا زول يكون مسلم ويعتقد الحاجات اللي ما بيعتقد أبو جهل؟ عشان كده أخواننا الموضوع ده خطير والناس بتركز عليه، لأنه ده الموضوع اللي بيه ربنا بيقبل أعمالك أو يرده. تجي لربنا سبحانه وتعالى بحسنات من أعظم الحسنات، ما في حسنات أعظم من أعمال الأنبياء. الأنبياء دي أكثر ناس عندهم حسنات، وحسناتهم تقيلة وخالصة وطيبة ومتنوعة وعظيمة ومقبولة عند الله كلها الأنبياء. ربنا قال لو أشركوا سولي تاني مشارك أو معين أو مظاهر أو مثيل أو ند أو شريك. ربنا سبحانه وتعالى قال أعمالهم الصالحة السمحة الحلوة دي كلها بحبطها وكلها بتطلع ما نافع. ليه؟ لأن أخواننا الشريك زي السم، السم إذا دخل على الشراب أفسده. أسير ليلة ممكن موية ينكشح فيها شوية صابون، نقطة صابون ما تغير فيها لون ولا طعم ولا رائحة، عند العلماء بتتوضى بها عادي، تتمضمض بها ويش، لكن لو وقعت نص نقطة بتاع السم تتوضى بها، ده الشريك ذاته. فهمت؟ يقول لك النازل بيحفظوا القرآن، والنازل أكلوا الناس الكسرة كويس، دي كلها ده اللبن أهو تاني. والناس ذا لكن بيقول لك تنادي كشفنا، ده السم ذاته اللي بيبطل اللبن بتاعك، ده بيبطل البقرة ذاته، خليك من اللبن. فهمت؟ ولذلك يا أخواننا الموضوع ده خطير. وتاني الدعاة بيتكلموا فيه كثير، لأن يا أخواننا القرآن يتكلم فيه كثير، ما من صورة من صور القرآن إلا وتجد الغالب فيها أنها في بيان حق الله، لأنه ده حق الله، حق الله. الليلة الناس الواحد تلقاه بيحب له شيخ، تلقاه شايل مدحته يقول لك قصيدة أبونا الشيخ ودرحمة، طالع بيه ونازل بيه وخاشبة ديوان ومشغله في الموبايل، ولو ضرب الإذاعة يقول لهم أيوة داير قصيدة أبويا الشيخ قبل قولت يا أبويا الشيخ بالفاك. ليه؟ لأنه أي حاجة الشيخ في الزراعة تلقاه شغال كذب ومدور ودرحم مدور. فهمت؟ المرة تلقاه شغالة في التكل بتدور في العصيدة برضو شغالة الشيخ، لأنه بتحب الشيخ ده حب أكتر من حب الله سبحانه وتعالى. في تلقى مجموعة من الناس بيحبوا الغنى والفسق والباطل، تلقى الوقت كله شغالين غنى وحرام وأغاني وكذا. في ناس بتلقاهم بيحبوا الكورة، الهلال غلبوه، المريخ ما غلب، وطيرناكم وطرنا معاكم واوا وبكرة بنعوّكم. هو قاعد هنا انت لا مع الهلال لا مع المريخ، لا فنيلتك رغم 9 ولا عندك فنيلة ذاته،
فهمت؟ لكن ده بحب الكورة تلقاه طوالي ده موضوع يا أخي. الزول اللي بحب الله اللي بحب ربنا سبحانه وتعالى ما طوالي يتكلم عنه. ها؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. ولما كان أحب المحبوبين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم له حال إلا وهو يذكر الله عليه. عرفت؟ عشان كده أخواننا دائما نحن بنحذر الناس، نذكرهم بالتوحيد وننهاهم عن الشرك. يقدر ربنا حذر منه أنبياء، إبراهيم عليه السلام ألقوه في النار وأبوه طرده، قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. زي ما أخواننا هنا لما بدأوا يبلغوا الناس التوحيد، في بعض الناس بعضهم لجهلهم وبعضهم لتعصبهم ضربوا أخوان، ما بوقف الدعوة. أنت مسكين لو انتهيت مننا جبت جنازير دبابات بجنازير طلعت فوق لنا وبقيتنا مع الوطن مرة واحد، الدعوة ما بتقف. تفاهم؟ دعوة دي ماشية. عشان كده مؤمن آل ياسين قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لما قال لهم أمسكوا في الله والأولياء بتاعنكم ديل ما بينفع ولا بضره، قالوا له: أيوة تتكلم في ناسنا. فقتلوه وعفصوه حتى خرجت أمعاؤه من دبره، بطنه دي مصارينه مرقت بمخرجه. قتلوا ليه؟ لأنه قال لهم أعبدوا الله براه. لما مات هذه الميتة العظيمة ربنا سبحانه وتعالى أكرم ودخلوا الجنة. ربنا قال: قيل ادخل الجنة. وده أصلا جزاء زول الموحد، أنت وكنت ما بتعرف إلا الله، الله بجيهك. قيل ادخل الجنة، في الجنة دار يشتغل دعوة. قال: يا ليت قومي يعلمون. يا ريت لو عارفين النعمة بتاعت التوحيد. والله احنا بنقول السودانيين المساكين الزول اللي بياكل في الطينة وباصلوا لهم في التلفزيون، واحد أهبل اسمه محمد المنتصر اللي زيرك، أهبل زول مخه تخين زي جسمه ده جرينتية، بس ده شغال شرك. قال طينة توضى الطريفي، قال هي علاج من السعر. كويس أنا بجيب لك واحد كلب سعران أكل الحفير ذاته، والله ما يعمل لك حاجة. فهمت؟ قال والدليل على إنه يجوز أكل طينة توضى الطريفي إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب أنت عارف إناء أحدكم معناه شنو؟ معناه الصحن يعني، ولا الكورة يعني، الإناء اللي بتاكل به أو تشرب به. الكلب لو دخل فيه لسانه تقوم تجيب 5-7 مرات بالماء تغسله، والأولى أو الأخيرة أو واحدة منهم تكون بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء مش في بطن أحدكم، أسي أنت بتأكل الطينة ليه؟ ولغ في 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 خشم أحدكم. شوفوا الزول ده هبل كيف. ولذلك يا أخواننا دي ده شيء عجيب. كويس؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا من أعظم حسنات التوحيد، أنه يمحو جميع السيئات، يمسح ويحرق كل السيئات. ليه؟ لأن الإنسان إذا كانت عقيدته في الله قوية ويحسن الظن بالله جل وعلا أعطاه الله على حسب ظنه. عرفت؟ ولذلك يا أخواننا دعوة التوحيد هي دعوة خير للناس، دعوة خير. وهذه الدعوة في آخر الزمان بيجيبها عيسى بن مريم عليه السلام لما يجي يدعو الناس، والناس كلهم يبقوا على الإيمان والتوحيد، وبعد ذلك بيخرج ناس يأجوج وماجوج، ودي الناس من الكفار ربنا يجعلهم بلاء وفتنة. عيسى بن مريم يأتي
ويقتل المسيح الدجال ويكون معه المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيخرج يأجوج وماجوج، يخرج ويشرب أي موية في الأرض ويأكل أي طعام، وأي مخلوق يلقوه يأكلوه ويقتلوه، فيرغب عيسى إلى الله سبحانه وتعالى ويأوي إلى جبل الطور كما جاء في حديث الإمام مسلم، بيطلع في الجبل ربنا يقول لي حرز عبادي إلى الطور، للجبل يطلع في الجبل وهو المؤمنين. ناس يأجوج وماجوج لما ما يلقوا زول في الأرض، واحد يقوم يشيلنا الشاب يرمي به في السماء، وده من الفتنة، فيرجع السهم مخضوبا بالدم فيقول قد قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. شوف الفتنة دي عظيمة كيف. قال ثم يرغب عيسى إلى الله. شوف الأنبياء ما بيمشي للشيخ، ولا عيسى عليه السلام يمشي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بيحكم بشريعته، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، كويس، يدعو الله ويستغيث به، فربنا يرسل طير، يرسل دود على ياجوج وماجوج فتقتلهم، ويرسل طير تأخذ أجسادهم إلى حيث شاء الله، ثم تنزل السماء وتغسل الأرض من نتنهم ومن رائحتهم، ثم يخرج رجل من المؤمنين محتسبا نفسه فيجدهم قد غسلت منهم الأرض، فيرجع إلى المؤمنين فيبشرهم. قال فيخرج المؤمنين فرحين، وإن الرمان يومئذ قال يجتمع عليها الرهط من الناس فيأكلون منها ويستظلون بقحفها. الرمانة دي الناس كتار يقعدوا يكسروها يأكلوها، والقشر بتاع الببردة يعملوا ضل ركوب عديم استظلوا به. ليه؟ لأن البلد دي ما فوق مشركين، لا في حجاب ولا في كشيفنا ولا في ذول بيعلم غيب ولا كذا. لما يصلح الناس مع ربهم سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يصلح ما بينهم ويصلح لهم أمورهم. وقال وإن اللقحة لتكفي القبيلة من الناس، ناقة بس يحلبوها كده تكفلها قبيلة كاملة، ناقة بس. ده كله بشنو؟ ده كله ببركة التوحيد. ولذلك يا أخواننا نحن نبين للناس التوحيد، ولأن أخواننا الإنسان إذا أمن على نفسه، ربنا قال ومن يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن من مكر الله، والزول البخاف إنه يقع في الشرك هذا هو ولي الله حقيقة. ربنا قال عن إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فدي أخواننا دعوة الرسل ودعوة التوحيد، وأن يدعى الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادات، وما دارين من ذول حاجة. وهذه هي قضية المسلم، وهي قضية المرسلين، وهي قضية الأنبياء، وهي قضية الدعاة، ودي القضية اللي انت بتسأل ربنا يثبتك عليها لغاية ما تموت. إذا ربنا توفاك على التوحيد، وده كان أمنية الأنبياء. يوسف عليه السلام ربنا حكى قصته منذ أن رأى الرؤيا، منذ أن كان صغيرا عليه السلام في سنه، ورأى الرؤيا ومكر به إخوته ودخل السجن وخرج من السجن وصار ملكا. في نهاية قصة يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني دخلني مع الناس الصالحين. وشوف ده الأنبياء الواحد فوقهم بيقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله لما نموت خليني أحشرني يوم القيامة مع الصالحين من الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال شنو؟ ها؟
قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. عرفت ديل الأنبياء؟ لكن تلقى واحد يقول لك يا زول داير الجنة وقتين ذهب بس نديك طوال الجنة. ثاني داير شنو؟ بقراتك راحت أمرق البياض برا أسيب جنك قعدات أنت في زريبتك ولا شنو؟ أنت شيلتين؟ عرفت؟ وهكذا الزول الصالح يخاف على نفسه. نحن أطلنا في هذا المقام، وإن شاء الله نختم ببعض الأسئلة، وعلى أن يواصل إن شاء الله أخواننا بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب إن شاء الله. طيب، قال في ناس بيقولوا التوحيد نبس، انتوا قولوا الله قال والرسول قال، خلوا الكلام في الناس. إخواننا أصل الناس عنده عقائد، وربنا سبحانه وتعالى ما بيرضى يشركوا معاه مخلوق أو معبود تاني. فلما انتهي تقول لهم ده كله ما حق الناس الصالحين أو الناس الآن بتدعوهم، ده حق الله براه، بيقول لك انت نبسته زي الرسول صلى الله عليه وسلم. في الآن واحد بيقدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بنبس؟ لو قلت بنبس انت كافر، لو قلت ما بنبس كان بيقول شنو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا من دون آلهة فسيرها لك. فسيرها ده كلام الله. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفسا، قل إني لن يجدني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ربنا ضرب لكم مثلا
طيب انت يا بني ادم ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك، بدل تشكر ربنا سبحانه وتعالى الانعم عليك تمشي لزول ضعيف وذاته داير ربنا يديه وذاته محتاج له. ولذلك يا اخواننا امر التوحيد امر واضح وامر مهم، ونحن ما قاعدين نقول ما قاعدين نشتم نقول الزول ده كذا وكذا، لكن قاعدين نقول هو ما عنده حاجه مع الله، ولو عنده حاجه مع الله ورينا الان، ورينا بعد 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 6 شهور الدولار بيبقى بكم؟ مش انت قلت بيع لما الغيب؟ ورينا البمود في الحله دي منه. ربنا قال ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ده حق الله سبحانه وتعالى، عرفتها؟ فما عندهم حاجه مع الله، وده ما نبذ ليهم ولا إساء عليهم، وانما ده دي مكانتهم التي يجب ان ينزلوا فيها وان 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 تبين للناس وان يعتقدها الناس. في سؤال ثاني؟ هل بيجوز لي انه اقول شيخ فلان ولي؟ يا اخواننا ولي معناه شنو؟ ببساطه ولي معناه داخل الجنه. ولي معناه داخل الجنه. والولايه زي ما قالوا العلماء نوعين. ولايه قطعيه، قطعيه معناه شنو؟ معناه انا قاطع شكه. يقول لك ايوه ما عندنا كتار. ابوك الشيخ طاقيه وابوك الشيخ ابو عراق يا سوري انت قال لك ساكن. القطعيه دي الورد وردت فيها ايه ولا ورد فيه شنو؟ حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه دخول الجنه يا اخواننا غيب. انت ما بتعرف الزول يختم له بشنو؟ فاذا ربنا قال فلان، ربنا قال والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق دخولا اوليا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق بالتوحيد وصدق به ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك بقيه الصحابه والمؤمنين. فدل بنقول اولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنه وابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه الى اخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال سمعت دفا عليك خشخشة عليك بين يدي في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاءه جبريل وقال له بشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه من قصب، لا صخب فيه ولا نصب إلى آخر. فدي سمة أو زول يجي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تنبأ به كالمهدي المنتظر وك ويس القرني من التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم بشر به في صحيح مسلم. فديل احنا بنقول ديل اولياء وديل خاشين الجنه. لكن انسان الان زول عقيدته كويسه، عباداته كويسه على السنه، زول ما عنده طرق، ما عنده جماعات، ما عنده اوراد براو، عرفتها؟ ما بيقول الاولياء بينفعوا يضروا، ومحافظ على الصلوات، ما بقول لك انا بصلي في مكه وكده، ده تقول نحسبه والله حسيبه، لكن ما بتقول قطع شكوى، لكن يكون زول صالح في نفسه. اما زول بيقول يا ناس انبهوني وانا عندي ليكم وعندي ليكم واذا كنت في هم اتيك بسرعتي، ده زول مشرك وده طاغوت ما عنده اي علاقه بالاسلام. طيب في سؤال ثاني؟ هل تغيير المنكر يكون للعالم فقط؟ المنكر يا اخواننا اذا وقع فاما ان يكون تحت سلطانك او لا. يعني انت مسؤول وزير ولا غيره، ولا بقيت شيخ الحله، ولا بقيت امام الجامع، ولا بقيت مسؤول البيت كده، فده انت بتغير بيدك، بتغير بيدك فيما تستطيع من غير ما مجاب. يعني بقيت مسؤول، بقيت كذا وكذا، بتغير بيدك.
أما الداعية فهو يغير بلسانه إن استطاع، فإن لم يستطع فيغير بقلبه. ولما نقول الداعية أي زول عرف معلومة حق، يعني مثلا أنت عرفت إنه ما في زول بيعلم الغيب، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لقيت حبوبتك بتقول والله يا أبويا الشيخ بيعلم الغيب، بينك تغير المنكر بجنو بلسانك بالراحة، تقول لا يا حبوبتي ويعني أنا بقدرك وتبوس في راسه وكده، وممكن تعصر لها كرعينة بدل تعصر لأبوك الشيخ، عصر لحبوبتك دي فيها حسنات ويس، تقول لها حبوبتي ما بزول بيعلم الغيب مع الله وكذا وكذا، وتقول لها ربنا قال وانت يا حبوبتي أنا عارفك محافظة على المصحف وكذا، وتبين لها بعدك إذا اقتنعت الحمد لله، إذا ما اقتنعت وصارت تشتمك وتسيئك انت أصبر عليها، تصبر وتكرر لها طوالي وادعو لها ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل إن شاء الله ينفع بدعوتك لها، وفي النهاية إذا ما أمنت انت عملت عليك. آخر سؤال، هل الحجاب يبطل الصلاة؟ هل بيلبسه في اليد ده؟ ده بيبطل الإسلام كله، ده بيبطل الإسلام مرة واحدة. فهمت؟ وده 90 أو نقول 999% من الحجابات اللافة الآن. أنا عندي حجاب محتفظ به في البيت، جابوا لي في مرة في حلقة، والله حجاب نص المصلاية، أنا ما أعرف الزول ده مطبق وين ذاته. فهمت؟ الحجاب ده مرسوم فوقه مسجد وقبة وثعبان ودابي وسيف وتاني ما عارف لك فوقه يعني نجوم ومربعات وارقام وايات مقلوبه وكذا، فده كله اخواننا باطل. الزول يقرا القران ويحافظ على الصلوات ويحافظ على الاذكار، ربنا بيحفظه. لو في حجاب بتربط، النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب حجبات للصحابه في غزوه احد 70 من الصحابه، لو في حجبات كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا لهم في غزوة بئر معونة، جو قبائل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا خشينا الإسلام دايرين ترسل لنا ناس يعلمون الدين، النبي عليه الصلاة والسلام رسل لهم خيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالليل يقوموا ويصلوا لله وبالنهار يشيلوا فاسهم وبيمشوا الخلا، ما بيقعدوا يترقدوا تلقاهم مجدعين ويشحدوا في الناس، لا بيشتغلوا بعرق ايه؟ بعرق جبينه، يمشوا يشتغلوا وياكلوا ويطعموا، فتعلموا العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا. وده فوقه في القصه دي من الفوائد انه النبي عليه الصلاه والسلام ما بيعلم الغيب، لانه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب ما بيرسل الصحابه عشان يقتلوه، ولا تقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيودي الصحابه ويهلكهم موارد الهلكة. عرفتها؟ ديرك لما حصلوا محل معين قاموا يعني ربطوهم، وبعض الصحابة طلع في الجبل وقال لهم انزلوا، المهم غدروا بالصحابة وقتلوهم رضي الله عنه. فلو في حجاب مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كتب لهم حجاب؟ عمر بن الخطاب قتلوه في صلاة الصبح في المنبر، لو في حجاب ما يربط عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري، ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 30 سنة مما يموت أو 20 سنة، قال لأبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه، مات مقتول مظلوم رضي الله عنه، ما كان يلبس حجاب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات مقتول في صلاة الصبح أيضا كان يعلق حجاب، فيبقى الحجابات دي كلها سحر وكلها دجل وتطليق. فالإنسان الذي يريد أن ينخل الله بعقيدة صحيحة عليه أن يخلع هذه الأمور. بعدين يخلع الحجاب بيعمل لك شنو؟ الحجاب عبارة عن شنو التقال؟ ورقة ومربوطة بجلد التيس، انت لو ربطت التيس ذاته بيعمل حاجة يعني؟
ما بيعمل حاجة. أنا زمان زمان كنت في الدمازين، بعدين كان عندي عقيدة شركية زمان ذاك، ما كان ما عرفت لي زول يفهمني التوحيد. أسيدي نعمة ربنا أداكم ليها، نعمة التوحيد، ما عارفين حاجة يتم التوحيد. مشينا للصابونابي هناك أبو حجار بيجاي، وأكلنا الكسرة بتاعته، وحدينا للبياض فهمت، وقال ادانا فاتح. انا عندي اخوي تعبان شديد، ده كل يومين بيديه ملاري، قال ان شاء الله ملاري ما تجيك. 5 سنة بعظيم كل يومين تاني قال زيادة فهمت. المهم في فكي انا كنت داري لي حجاب بتاع قراية، حجاب بتاع امتحانات، وطبعا انت لو بتفهم ما بعد اسمه حجاب امتحانات فهمت. الكفار ده اللي كتب لهم حجاب منه الصنع الكاميرا ده، صنع مسلم صنع كافر، الميكروفون ده صنع منه صنع كافر، الحجاب اللي كتبه شو يا ما في حجاب. فمشيت له قال لي جيب جدادة حمراء، انا كان عندي جدادة ظريفة جدا، مشيت سكت الجدادة وديتها له، ضبحها اكل لي الشيطان بتاعه علي مرب فهمت. فقام كتب لي حجاب وانا متكيف جدا، والامتحانات جات ورا مدور كورة وبحر وكده، وما شغال بالقراية شغل. أنا وخشيت الامتحان بقيت عايل للحجاب بتلفت، ما في حاجة، ما في معلومة، الراس ما في حاجة. يا زول انت لو داير شيل قلمك وشيل الكتاب وامشي شوف استاذ يشرح لك، ولا زول قدامك يشرح لك، لكن انت ينزل. والله لو الامتحانات دي والله يا الشيخ ده لو قرقره جوا الترابيزة الدرج ما بحيل حاجة، والله ما يحيل اي شيء يا اخي. يا بتاع شنو؟ عشان كده اخوانا الناس دي مسكينة. عندنا واحد اخونا برضو في الحاج يوسف ده شغال في الغواطة الخاصة، جاء واحد قال له انا عندي حجاب بتاع سلاح، الشيخ كتب له ب5 مليون، قال لي هذا حجابك ده فارغ، امشي الحق شيخك ده شيل منه القروش. قال لي لا، قال لي خلاص، قال لي انا بجيب لك حمامة وجري فيه طبنجتك. قال له كويس، لكن انت كده تأكد منه. الزمن ده قام ضرب لي، قال لي والله انا ضربت لك وانت ما رفعت لي، لكن توكلت على الله وقلت بسم الله وعمرت الطبنجة. قال لي قدت له الحجاب، قمت اديته له، قلت له يا اخي يمكن شيخك ده في نجمه ولا مربع ولا رقم ما كتب، قال لي خليه يمشي يكتبها ثاني ويجيبها. 4 مرات قد لي الحجاب بتاعه. ده قال لي معناه الشيخ ده مجرم وضال وكده، اظنه رجع عليه ولا خلاه عليه مربع. فالحجابات دي كلها يا اخواننا هو الساكن. وحراس الشافعي ولده البطوله وحراس يقول لك من العين فهمت. في واحد يقول لك ولده ده يعني جاي ولد وحيد، هو تلقاه رياضته سائل الله يكرمك، يقول لك ده لانه بده عين. ده بده شنو ده؟ ده بده مويه عشان يقشقش له وشه ده فهمت. الناس يا اخواننا بتلعب ساكت، يا ده كله كلام فارغ. الزول يمسك الاذكار الشرعيه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي ربنا يحفظك بها من الشياطين ومن الجن ومن الانس ومن اي امر ثاني. بعد ده الامر المكتوب انت بعد ده بتكون مسلم وتقول الحمد لله، وإذا جاتك مصيبة تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ربنا يخلفك أحسن منها. والحمد لله مع يقيننا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده شايفينه في الواقع. أنا عندي موبايل راح قبل شهرين، والله الحمد لله ربنا وفقني. أنا بقول الكلام ده لأن الناس بقت إلا تغنعهم بشيء مادي، وإلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما دائرة أمثلة ذاته. الحمد لله ربنا وفقني، استرجعت جاني موبايل احسن من الاول ذاته فهمت. دي نعمه من الله، لكن انت قلت تبارك شيء غير يشيل منك ما بدك، واسوا حاجه يشيل منك عقيدتك. ولذلك وصيتنا للناس ان يتمسكوا بهذه العقيده الصحيحه التي هي دعوه الانبياء والمرسلين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.